مرحبا للجميع، معكم شادي حماد. اليوم جهزت حالي اطلع على التدريب، زي ما شايفين الطائف مسمحش بالمرة. عاصفة برا ومفيش امكانية واحد يطلع من البيت. ما نستغناش على التمرين، عامل تدريب بالمطبخ. بنطلع فرشة يوجا للي فيش عنده بيقدر ياخد احرام ويتويه كم من مرة. بنفع نحط غناء اللي بنحبها بالجو عشان نتحمس اكتر للتدريب، طبعا على اوف عشان بدناش ننخنق او نعيا. نبدأ بالورم اب، تحمية الجسم قبل التدريب. بكل مرحلة في امكانية تنقل للتدريب الجاي. أول تمرين هو البوش أب، 4 سيت بين 15 لـ20 ريبس، طبعا كل واحد وقدرته. إذا صعب عليكم تعملوا البوش أبس، في إمكانية تنزلوا الركب على الأرض وتعملوا نفس الفعالية. تمرين كتير منيح اللي بيشتغل على عضلات الصدر والإيد الورانية أو باسم الأجنبي الترايسبس. الاستراحات بيقدروا يكونوا بين نص دقيقة لدقيقة. اللي حاسس انه جسمه كتير تعبان بيقدر يتريح لدقيقتين ثلاثة ويعيد على التدريب كمان مرة. بذكر انه دايما تقدروا تفشقوا بين تدريب لتدريب بكبسة تحت على skip to next exercise. كبسة واحدة بتبعتكم على التدريب الثاني، او تقدروا تشوفوا الوقت اللي فيه بيبدأ التمرين الثاني. بالتدريب الثاني اخترت اعمل 100 سيت ابس، طبعا في امكانيه تعمله مع استراحات بس ما تمدوش الاستراحات كتير وقت عشان الجسم يضل حامي. التدريب اللي بيشتغل قوي على عضلات البطن. بعد ما البطن حامي كفاية بحط عقبالي ساعة أو ستوبر اللي عنده
وبعد بين دقيقة لدقيقتين بلانك. طبعا حافظوا على ظهر دغري انه الخصر ما يوقعش لتحت بشكل مستقيم. بتريح نص دقيقة وبعمل 10 كوماندو بلانك. زيت ايدي بالتالت، بس انه هنا بنطلع مع الايدين وبننزل شوي شوي لما الخصر دغري. التدريب كتير منيح بيطلع على عضلات الايدين والبطن. بتريح نص دقيقة. التدريب الخامس هو الجامب سكوت. النزول هو مع الخصر لورا ومش مع الظهر. تقدر تتهيأ عود على كرسي والقومة منه. هاي اسهل طريقة واحد يفحص حاله اذا بنزل صح. التدريب السادس هو سكوات عادي بلا النطة بالاخر. كمان بينفع تتساعدوا بكرسي تحطوه وراكم وتنزلوا شوي شوي مع الخصر لعن ما القفا يطب نتفه بالكرسي وترجعوا لوقوف. التدريب السابع هو لانج. تاخدوا خطوة كبيرة لقدام 90 درجة بالإجرتين. الركبة تقدر بس تطب خفيف بالفرشة أو بالأرض وترجع وتطلع.
التدريب الثامن هو لانج بس مع خطوة لورا، زي التدريب السابع اللانج العادي، بس انه هنا بنشتغل اكثر على التوازن وعلى التركيز. التدريب التاسع بيشتغل على عضلات الكتف القدامانيات. طبعا بينفع تحملوا اي اشي اللي فيه وزن، لو تعبوا سطل ماء او اي اشي ريح تقدروا تحملوه بايدين. مهم كتير نخلص التدريب بستريتشنج عشان عضلاتنا ما يمسكوش وعشان نهدي جسمنا بعد كل التدريب.
cerebral capacity. طبعا التدريب كامله مكتوب بالديسكريبشن تحت، تقدروا تصوروه بالتليفون للي حابب يعيد على التدريب بعدين او بريت البيت، كل محل اللي فيه شويه وسع يتدرب فيه. وطبعا بينفع تزيدوا اوزان كل واحد حسب قوته. مهم كتير انه خلال التدريب اذا حسيتوا وجع توقفوا التدريب طوالي، تفحصوا نفسكم او تستشيروا دكتور. وهيك خلصنا تدريب شد 45 دقيقة اللي فيها كمان بسطنا ومرقنا الوقت بطريقة صحية ومفيدة. مهم انه نغذي جسمنا منيح بعد التدريب، ناكلنا فاكهة وقد ما نقدر نشرب مي. هذا هو لليوم، بنشوفكم بالفيديو الجاي.